بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كبحرينيين ومناصرين إلى قضية شعب البحرين المظلوم في الوطن الذي يتعرض إلى أبشع أنواع الظلم من قبل سلطات النظام الخليفي ومرتزقته ومن قبل النظام السعودي. نقف هنا أمام سفارة الاحتلال السعودي في لما يقارب الشهر لما يقارب 3 سنوات لنعبر عن رفضنا للسياسة الهمجية السعودية في البحرين وقتلها لأبناء الشعب البحريني. نعبر رفضنا دخول هذا الاحتلال كرفض قاطع ونطالب بطرده من البحرين ومقاومته بكل الوسائل وبكل الوسائل المتاحة. وأيضا نقف هنا لكي نعبر عن هذه المطالب بأن القتلة السعوديين لا بد لهم أن يذهبوا عن أرض البحرين وأن الخزي والعار سوف يلاحقهم أينما حلوا وأينما رحلوا إن شاء الله.